كان لي الحظ بأني عملت في العام 1990 مع البعثة الأثرية برئاسة الدكتور شوقي شعس بهذا التل. اسم التل أتى من دانس، تل دانس، كما ذكر المؤرخ وعالم الآثار الدكتور شوقي شعس مدير البعثة الأثرية الوطنية التي عملت لسنوات عديدة في الحفر والتنقيب في تل دينيت، ويعد من أقدم التلال الموجود في مدينة إدلب. ويطل تل دينيت على بلدة سرمين ومزارعها وبلدة بنش ومدينة إدلب والمصطومة وقميناص. تعملون التل حتى بداية عام 1964 لم يلقى أحد له أي أهمية، إلى أن أتى طوفان شديد وبسبب الأمطار الغزيرة تم تعرية التل وانكشاف آثار ولقى أثرية لا تقدر بثمن. ومن عام 1964 لقى التل أهمية لدى الدولة السورية، وقد جاءت إلى هذا التل البعثة الأثرية اليابانية وعملت فيه لسنوات. كان التل بالنسبة لأهالي قريتنا هو عبارة عن متنفس ورمز حضاري، يعني لا يقدر بثمن، وخصوصا جميع أهالي القرية من عام 1964 إلى 2009 أو 2008 كانوا يعملون في هذا التل من أجل التنقيب عن الآثار والتحف الأثرية. التل من بداية التنقيب إلى العام 2008-2009 كان عبارة عن مجسم يدل على البناء والحضارات المتعاقبة، ولكن من العام 2011 إلى 2018 أو 2017 صار في نوع من الفوضى بالتنقيب، ويعني صار في تنقيب عشوائي أدى إلى تخريب سطح التل كما ترون. تم العثور في تل دينيت على آثار لا تقدر بثمن وعلى أختام مسطحة تدل على عظمة هذا التل وعلى علاقته بمملكة إبلة الواقعة في تل مرديخ، وعن الحضارة البيزنطية والرومانية إلى الحضارة الإسلامية التي وجدنا عملة معدنية تدل على وجود العرب المسلمين في هذا التل.